أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ديوانية شعراء النبط. أعزائي المشاهدين باسمكم نرحب بالأخوة الشعراء ونقول حياكم الله. مرحبا بالجميع. الله يرحبك. فازع عندك قصيدة وطنية. الله الله تفضل. يقول بالمقام السامي المعتبر هبي ينود وافخري باسم المقامات واللي نكتبه علمي كل الحضارات عن فعل الجدود وارتقي للذوق ويني عذوقها وعن بسولفي عن درة الكون وافي العهود مهبط الأبداع والفكر واللي نطلبه قولي وقولي وخلي مريضين الكبود يتبعون اللي من حقد ذكاها اتعبه دون حد ام المعارك مثبت العدود ذا من فعل النشامة مقامها وعصبه هيه يا دار السعد غردي ورقي سنود لا يهمك من تخاذل ومن باع ربا سيدة ساد المواقف اللي زادت يزود تنحني لهامة المجد لمس اشنبه سيدك مشعل الأحمد اللي حاد الجحود من نواتش بسوي نهار منال اطلبه جند عياله على العز عن حدك تذود ترخص الأعمار والموت دونك تشربه ما عليك أنتي بوجهه وهو قد العهود سعد عينك لضحكتي وقلتي لها يبه يحتويك بحنك تهل المعالي والصعود يمنحك عمره وبابداه من طيب انسبه يا كويت العز يا كويت الخير والجود من جودك يجود يصدق من الشعر بالفعل واللي نكتبه يا مغنى العز يا العز يا حصن الأسود يا ملاذ اللي زمانه مع الوقت انكبه استبيحي يا ملاذ اللي زمانه مع الوقت انكبه انتي مرجع العلم يا كل الوجود انفوان الشان يعطيك لولاها واذهبها استبيحي خافق الشعب حلال العقود الله اللي حطك في شعب كذا سبحانه سبحانه صح لسانك صحة ابدانك احسنت الله يحفظك طلب حياك الله ابقاك الله يا ابو فيصل سعداء بوجودك وانا اسعد كذلك مبطين عنك احنا من زمان ما شفناك والله طال عمرك صدقت لكن ظروف الصيف اي طال عمرك كل احنا لنا الشرف والله يا ابو فيصل الله يحفظك يزيدنا الشرف وجودك لنا شرف برنامج هذا منا وفينا ما يحتاج وانت شاعر وتستاهل كل خير والرجال فيك خير شروه من عندي شروك الطيب شو محضرنا اليوم والله حنا أبو فيصل تدري في الآن في أجواء سهيل وسهيل إن شاء الله حنا نتأمل إن شاء الله إن الله يجيب الخير والله سهيل إن شاء الله ويرزقنا إن شاء الله الله بالغيث وجميع المسلمين ففي قصيدة هذه الحقيقة من الأرشيف أيه؟ لكن في هالمواسم هذه مطلوبة يحتاج الوضع يحتاجها الحين 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 طال عمرك وعمر من يسمع في مثل عند البدو يقول لا طلع سهيل لا تامن السيل صحيح والمثل الثاني يقول لا طلع سهيل يبرد آخر الليل الله فهيهم الأصدق والله هم كلهم جايزات فيهن توافق بالفعل يعني أيه؟ بالفعل نعم على على ولا قالوا هن الا ناس اهل حكمه واهل درايه وخبره يعني ومر عليهم ها لا شك الله يحفظك نعم طال اسلم اسلم الله يحفظك من عقب ما بان نجم سهيل شيخ النجوم تباشروا بهل المكشات واهل الحلال يلا وانا سائلك وابل ندك الحزوم وسميت انت سهج البيدة وتفج الرمال سلام مدرارة الغيث مبرومة الزبار الغيومة اللهم امين تسعد بها عين عشاق الحيا والزلال تبرق وترعى الثلاث شهور عقب السموم ولين يرقى شجرها عليات الجبال ونقعد على صوت حتى ان المطر ثم نقوم في خايع زانها الرحمن رب الجلال غير النفل والخزام ديد حان الوسوم في جاه جزر الوهايب مستمد الكمال ونركب على مني قز القاع قزم هموم أقطم جمع يسابق نجوم السماء والهلال ما كنا إلا على نيل الكنانة يعوم جيب مدرب على قزل وعروة تلال رأيه يلبس من الجزرات عشرة هدوم أدناهن الطيب وتقليط الحشو وأشفال وسهل الواحد المعبود قضى اللزوم من قبل تدنا خيوط الشمس درنا الحبال وتزاين الكيف وابليس اللعينه
مهزوم ما عاد له بين خطلان اليمانية مجال، ثم جاك من يشتري من هو يبيع ويسوم رواب على الرواي على الهرجة واسمان البيوت الجزال ربعنا على قرة كان أسناف يقرون متوارثين المراجل من عمامة وخواله كلنا على هب ريح الطيب روحه تزوم رجل تعده بيوم الضيق عشرة رجال ونعيده أيام ماضينا وننسى الهموم سجة تعاليل ما بين الخلاء والخيال يطرب لها خاطر المطنوخ وفى العلوم لازل كف المقهوي دلته باعتدال ليلة من العمر لو ضفت ردية العزوم تبدلت كل سياته لطيب الخصال ذي شف جدان لنا جازهم يرحوم عنهم ورثنا البداوة وعشق صفر الدلال ومن شوش لندن وجوها وباريس وأسواق روم ما شوفت الشيح وفي ظن فل واسهال علاج من يشكي الضيقة وهرج الرخوم من عقب ما جاهد الدنيا وهم العيال الله يا محيي الموتى ومفن الجسوم تسحج روابي وطن مطمطمات الشمال تحيبها العود وغصان الشجر والجروم تزيدها من عطاك ومن جمالك جمال. اللهم امين. صح لسانك يا ابو صلاح. احسنت، بيض الله وجهك على هالقصيده. وجهك طلعت شفيت ووفيت. مرحبا جديع. يا مرحبا. حياك الله جديع الملعبي. الله يحييك. انت شاعر وزميل ومقدم برنامج، شلون امور الاذاعه وياكم؟ والله ابشرك الامور طيبه، برنامجنا بعد شوي الله يوفق الساعه 9:30 الله يوفق على اذاعه الكويت برنامج العام ما شاء الله، ونتشرف بكل من استمعنا وحنا امتداد البعض يا ابو فيصل. الله يحفظك. احنا وياك نكمل بعض. انت قبل لا تكون مقدم شاعر وشاعر جزل يعني. ما عليك شوت. الله يحفظك. وانت ما يحتاج يعني زميل الله. والله نتشرف بزمالتك. شاعر واعلامي ناجح. الله يسلمك. الله يوفقك. عليك زود. اتمنى لك التوفيق باذن الله. اجمعين ان شاء الله. شو محضر للاخوه المشاهدين اليوم؟ والله ما دام في السهيل، انت قبل شوي قلت مثل يقول لا شفت السهيل لا تامن السيل. سيل ولا ايه انا وظفته بقصيده. تفضل. نعم. ايه حلو حلو. سلام. وافضل شيء يعني. السهيل دايم له رونق، له روح عند 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 العالم اللي ترجي الخير ويبشر بدايه. نعم. هو موسم جديد ودخول الاجواء الجميله. صحيح. احسنت. انا اقول يا هادسي خذ لك مع الشعر تعليل. سلام. من يوم صار الشعر هو راس مالي ماني مغرم بالعيون المكاحيل مغرم تسخير البيوت الزالي قم يا خفوقي قند الهم بالهيل أبى تقهوى من هموم الليالي عسفني الوقت المضرة على الميل ماني الحالي ما يركني الحالي سلام. وصدري اللي شال هم وغرابيل وراسي اللي صار ما هو بخالي جريت في راس الطويلة مواويل لحني جنوبي والتفاتي شمالي سلام. الدمع ما الله خالقه للمناديل خذ راحتك يا دمع بول وتالي أبعدت عن شوف العيون المعاذيل ودخلت في رحمة عزيز الجلالي يا ويل صدري يا الضلوع المناحيل لا من تذكرت الليال الخوالي يهل دمعي وازعج الصوت بالحيل العمر روح والليالي طوالي لا من لمحت السهيل لا تامن السيل هذا المثل دايم المثل يقالي وانا لمحت البرق والجدي وسهيل لا شفت سيل ولا شربت الزلالي كنت احسب ان الوقت كله تساهيل الله أكبر يا زمان مضالي يمني أحب المشاوير يمني أحب المشاوير في الليل أسري ومهجاعي بروس الجبالي يمني يضوي للعيون القناديل ما ضيق في حلي ولا في ارتحالي واليوم حتى بالمفاهيم تبديل والناس غير الناس والوقت مالي في هالزمن صار وشباه التماثيل لا دمع سال ولا قلوب نتبالي إحساسهم ميت
ولا بحيلهم حيل، وكل على موال غيره، إلالي يا نهر دجلة وصل العلم للنين، ماكم هماجن عقب ما هو بحالي، لو حسافة يا رجال الحلاحيل، قل وصار الوقت فيه اختلالي، والفعل يفرق عن جميع الأقاويل، يا أهل الكلام المستعار الخيالي، والعذر ما ينطح وجيه الرياجيل، والعلم ما ينفع قلوب نهبالي، وندري إن الوقت ماله مداخيل، شماعة الأخطاء أول وتالي، والأمر للي أنزل الذكر تنزيل، بأمره يعز ضعيف ويذل الوالي. سبحانك أحسنت، جزاك الله وجهك صح لسانك، صح ابدانك، صح ابدانك. سعد يا مرحبا. مرحبا يا سعد، الله يبقيك ويسلمك، دائما نسعد بوجودك. نسعد طال عمرك. احنا اليوم شرفنا جديع عقب بطة ما شفناه، صحيح. يعني يمكن أول إطلالة لك ويانا، والله أني سعداء أتشرف معك أبو فيصل، مع الكوكبة الجميلة من شعراء الشباب، وحنا نستمع لكم وقلوبنا معكم حتى لو ما شاركنا. الله يحفظك، ساعة مباركة. الله يبارك. مرحبا مليون سعد، يا مرحبا، تنورنا دائما، الله يسلمك، ودائما تتحفنا بالجميل. زين، سؤال بس قبل لا تقول قصيدتك، تفضل. بشرني عساك خلصت الدكتوراه. والله ان شاء الله، ان شاء الله، الله يوفقك القريب يعني باذن الواحد الاحد. الله يوفقك الوجه، الله يجزاك خير ان شاء الله. سعداء بوجودك يا سعد. انا سعد طال عمرك، انت والربع الموجودين. اسلم. من قال يا سلام؟ يقول: طرف الليل والهاجوز هلل وكبر، فوق مكحولة مره عليها رسنها، يوم غيرها لشاف الهوش والبوش دبر، جاك يضحك على الدنيا ويلعب لحنها، من بعدها سوالي فمس قامت تزبر، وقلطت في عشاها لين كبت صحنها، وانت يلي تكبر فالكلام وتكبر، كل عوجة يليتك مستخيرة بكفنها، الله القادر الجبار يوم يتجبر، وانت ويش انت ما تامر عليها وتنهى، بس انا ماني من اللي لياضاق خبر، تطفي النار ولا لا يبين دخنها، اترك اللي مع العالم لضاقي تعبر، روحه انضاقت وفاضت بدت ما مكانها، ماني مجامل خبور الكلام المدبر، لو جامل مجانين العرب صرت منها، بس لا مانع عني لو تطول اتصبر، خص في معابل اللي ما لنا صد عنها، الشوارب تدسم من بعد ما تغبر، وكل كلمة نجمركها وندفع ثمنها، وكل جرح يطيب وكل عظم يجبر، وكل قوم يبين في اللزوم عدنا. احسنت سلامتك يا أخي سعد، اختياره يا أبو صلاح جميل، جميل للمفردات في الجرس الموسيقي، اختيار المفردة جميل جدا، رجل على أبواب الدكتوراه. الله يوفقه، الله يوفقه، وهذا شيء طبيعي طال عمرك. الله عليكم زوجي. أحسنت، صح لسانك ما شاء الله تبارك. صالح جزة، يا مرحبا ومسهلا. سعد بوجودك. أنا سعد، الله يسعدك. أنت أبوك عملاق، أحد أركان الساحة الشعبية، مو الديوانية والساحة الشعبية، وشاعر من شعراء الخليج رحمة الله عليه. وعليكم زود جميل. وأنت إن شاء الله فيك بركة، بارك بعمرك، سلم. سعد بوجودك. أنا سعد. سمعني. يقول: إلي متى حالتي يضيقة الخاطر، سلام، في كل ليلة جروحي صرت أولمها، خايف من الجاي واللي بيحصل باكر، وأنا حظوظي تطيح ولا أقومها، والله ما كنت في إحساسي أكابر، ولا كذبت بشعوري يوم أكلمها، نبض القصايد وقف ولاني بقادر، حتى المشاعر عجزت إني أترجمها، ودي أقول الكثير وكل ما بادر، أخاف أنقص غلاها حيل وأظلمها، ما صدقتني ونعرف حظي العاثر، أتلعث من جيت عن شوقي أعلمها، تقول أنا خاف من إحساسك العابر، وأقول يا قلب أنا طالبك فهمها، علمها وشلون لا مرتني أتناثر، وضيع ما بين خصلتها ومبسمها، وعلمها وشلون لا صار المساء ساحر، وأنا تحرى متى تقبل مواسمها، ليل السهر طال والأشواق تتكاثر، من غير عبرة أصد هناك واكتمها، في كل ليلة حزينة ينولد شاعر يصادق جروح قلبه ويتغانمها، تلقاه وافي مع الأحزان ويثابر، ينثر همومه وإذا أصبح يلملمها، مرات أفكر أروح بعيد وأسافر، بطوع النفس للفرقة وبحرمها، لكن إذا طيفها دايم معي حاضر، وشواقها توني ذابح تمايمها، مولودة بقلب شاعرها ولو هاجر، تسكن وطنها ولا يقدر يساومها، يا حظ وقف معي وأكون لك شاكر،
إلين تعرف غلاها عند هايمها قالوا عن الشاعر إن عشقه يجي عابر وقول وشعاري بحزني موسمها ما فيها أصدق بهالدنيا من الشاعر اللي عشق قعد الدنيا وقومها. سلام. دائما الشعراء متهمين إنهم يقولون ما له، هذا كلام رب العالمين لشانه. ها لكن الشاعر يبقى إنسان، وأحيانا قلت شيء حلو يعني، دائما الشاعر متهم إنه يعني حبه مو ذاك الحب يعني، مو مثل وهم أصدق من يحبون الشعراء. أنت أنصفت الشعراء لكن ما ينخاف عليك. بسألك سؤال يعني، تفضل. إذا كان أبوك في 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 قامة من قامات الشعر رحمة الله عليه، وإحنا نستذكره ونقول الله يرحمه ويستاهل، هل يعني هالموضوع هذا سبب لك مثلاً مشكلة في إنك في الظهور يعني؟ يعني إيه يعني تحس إن في مسؤولية عليك يعني؟ طبعاً طبعاً يعني تكون مسؤولية كبيرة يعني. أنت مو ورثت الشعر، أنت ورثت حب الشعر. أي. فالمسؤولية تكون كبيرة يعني دائماً، يعني مثل ما تتفضل أنت تتكلم عن الوالد وعن مسيرته. الله يرحمه. يصير الله يرحمه يصير الحمل ثقيل جداً عليك. لكن نسأل الله أن نكون يعني عند حسن ظنكم. إن شاء الله يعني. أبوك الله رحمة الله عليه ونعم الصديق ونعم الرجل. شاعر جزل وعلم. ولكن إن شاء الله إن أنت فيك خير وفيك سد نوب وفيك بركة إن شاء الله. سعداء بوجودك جداً. أنا سعد. شكرا. الله يرحم والديك. نبي نشوف ضاري. حياك الله شبو. حياك الله. قاك الله. مبطي ما شاركتنا يا ضاري. وياك أنا دائم طالع. الله يحفظك. ساعة مبارك. شو محضر الأخوة مشاهدي؟ غير الموضوع راح أقول غزل أنا. تفضل. غزل مطلوب الغزل حلو. أي نعم. تفضل. يقول ما بين درب الهوى والظلم والاعتدال الشعر ومادعك وعيونك الغارقة بالدمع وانضاق صدرك من هموم الليال، شوف قدم عينك رجل حتى الفرح سارقة، جرحتني وانت منك الجرح صمت وجدال في ساعة والله انها ساعة فارقة، يا ضيقة الصدر بين ارحل وتكفى تعال، شمسك بعد غبت عني ما هي بشارقة، كتبتك بهجر لكن ما كتبتك وصال، ولا فيه بالشعر بحر الا وانا طارقة، ما كنت مثل الحرام اللي دخل به حلال، لون منك بصدري ضيقة حارقة، نسيت غيرك لكنك باقي ولا تزال، وفارقت يا الغالي اللي ما اقدر افارق، اخذني من الضيق والتفكير والانفعال، تعب تخيل العتاب رعوده وبارقه، ما تدري ان الجواب احيان مثل السؤال، هذه ظنوني مع الضيقات متطارقه. سلام. صح لسانك. صح لسانك. صح. فلاح حياك الله يا فلاح. فلاح انت شاعر وزميل وعندك بعد الغاز، ترى نحتاج منك لغز هالحلقه. ها خليك زاهر، لكن الحين بنسمع قصيده. حياك سمعنا. بعض العرب تفرح ليا جيت يمه، دايم على النوماس ما فيه منقود، يفرح بصدقانه ويفرح بعمه، يرقى على درب المعالي على الزود، ولا الردي قوله وفعله مطمه، عمرت على عندي ترى ماله صعود، والطيب ما كل يجيه ويتمه، الا سنافي لها الطيب مشهود، والحر لا منه كفخ شال همه، ما همته بعد المسافات والكود، ولياورة التلبير آرد مجمه، وبين النشامة لي مواثيق وعهود. صح لسانك. سنت فلاح. وليد حياك الله. الله حياك أبو فيصل. وليد ذيب الشمري، شلون الوالد؟ بخير الله يطول بعمرك. أبوك شاعر وشاعر نجم. عليكم زود. بس ما يشارك ويانا، ليش؟ ممكن نوجه له سؤال يعني. والله وصلت رسالة. الله يحفظك. راح نشوف الحلقة وان شاء الله باذن الله يشارك معك. احنا دائما ابوك يمتعنا وشاعر. عسى عمرك طويل. نتشرف فيك ابو فيصل. وان شاء الله انك على خطاه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حياك الله. الله يحييك. لك كتابات ولا وقفت؟ الا كتابات عندي، وعندي اصدار كتاب اصدرته جديد، وموجود نسخته بس في الديوانيه، لا يباع الكتاب بس يهدى. بيض الله وجهك. كتاب في صاحب اسمه امير بلاد الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. الله يحفظه. وكتاب يتكلم كذلك عن سيرة الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمة الله عليه. الله يرحمه. يتكلم عن السيرتين في كتاب واحد. الله يرحم جميع أموات المسلمين. أمين. وحكامنا الله يرحمهم. أمين إن شاء الله. الراحلين ويطول في عمر الأمير سمو الأمير. أمين. الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده. أمين. وخير ما اخترت في أن تكتب. أيوه. في هذه كتابي والله طبعته سميته الماضي التليد والحاضر المجيد. الله يحفظك. أمين إن شاء الله. أحسنت وبيض الله وجهك. وياك يا حبيبي وياك. تفضل سمعنا قصيدتك. قصيدتي صارت لها قصة.
والحمد لله أنا ظهرت النتائج ثمار النتيجة واللهم لك الحمد، يعني نجحت في أني أوصل وعالج قضية كانت موجودة في المجتمع مع شخص معين، واللهم لك الحمد وثمرت النتيجة القصيدة، وهذا دليل على أن الشعر مؤثر والشعر يعالج القضايا والشعر له رسالة هادفة مو بس قصيدة غزل وغيره. فاللهم لك الحمد قدمت قضية اجتماعية اللي هي قضية الطلاق. أحسنت. نعم، فأثبت أن الشعر يعالج مشاكل نفسية واجتماعية كذلك. طيب يا نعم. وليد نعم، أنت كلامك طيب وأحسنت وموضوعك شيق، لكن الشعر ديوان العرب. نعم، يعني عمر الشعر ما كان مجرد قصيدة، يعني نعم. كان في يوم من الأيام هو يعتبر المذياع والتلفزيون يتناقلون الأجيال، عدل يا أبو صلاح. نعم. ولا زال مؤثر. نعم، فهم شلون؟ وراح يبقى بإذن الله مؤثر بإذن الله. الشعر نعم. يعني شيء عظيم. نعم. وأنت موضوعك طيب، الله يطول بعمرك، الله يحفظك. أسلم. الله يسلمك. أقول أذكر الله قبل لا تنوي الطلاق، فكر وراجع ضميرك واستخير الحقيقة، بعض الأسباب اختلاق والبعض منها من الحجم الصغير. سلام. أذكر الله قبل لا تنوي الطلاق، فكر وراجع ضميرك واستخير الحقيقة، بعض الأسباب اختلاق والبعض منها من الحجم الصغير. الغضب سهم سريع الانطلاق، وين ما ترميه ما ياتي بخير. الغضب شدد على يديه الوثاق، عقله في حكمتك عقل البعير. غض فكرك عن مفاتيح الفراق، خل نفسك هذه اللحظة ضرير، والتشدد يعمي عيون الوفاق، ما يصير إن قلت لكنه يصير. والصبر لو يتصف مر المذاق، الأكيد أحلى من الحالة المريرة. لا تقدم في سباقات الخناق، تطلع الأول اللي صرت الأخير. لا تقدم في سباقات الخناق، تطلع الأول اللي صرت الأخير. يعتلي عقب الخلاف الاتفاق، وينجلي ليل الخلاف الغمطرير، وتحمد الله عند لحظات العناق، وتشكر الله عند تحديد المصير. سلام. أحسنت، بيض الله وجهك، نصيحة طيبة. الله يطول بعمرك. ومع الأسف يعني هذه ظاهرة يعني الوقت الحاضر كثيرة يا جديح. نعم. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نتمنى المسؤولية من شبابنا، وإن في توجيه يعني في في دور، يعني في دور للشعر نفس ما تفضلت. نعم. وفي دور لل يعني ماني قال العلماء. نعم. الدكاترة النفسيين. نعم. في كل شخص وتوجهه ومجاله. نعم. أحسنت. الله يطول صح لسانك. صاحب دينك أبو فيصل. نعم. نعم. أسلم. الحقيقة مثل ما تفضلت. أي. شعر رسالة، وحنا في هذا المقام وقصيدة وليد ولدنا وليد الشاعر المبدع والإعلامي كبير أو بسيط، أنا يحضرني الحقيقة أبو فيصل سمو الأمير الله يطول عمره الشيخ مشعل الأحمد الصباح، طال الله في عمره، الله يحفظه ويطول في عمره. أثناء اجتماعاتنا معه كان الحقيقة يحرض الشعراء على أداء دورهم وارسال رساله، دورهم وارسال رسائل رساله للمجتمع، اي تكون نصيحه يعني يكون. أيوة. لان الشعر اذا توجه بالطريقه الصحيحه وبالاسلوب الصحيح مثمر. نعم. وناجح، والناس تتاثر بما تسمع. هذا وليد طبعا يتماشى مع طبعا الرغبه الساميه لسمو الامير. وغالبيه طبعا حكماء هو مو وليد، احنا كنا تحت مقام صاحب السمو تحت اوامره، ونمشي مع توجيهاته ونمشي مع نصائحه. العفو العفو. احسنت وليد، ما قصرت. وانت يا ابو صلاح شكرا على تعليقك وما قصرت، الله يحفظك. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لكم مره اخرى مع الاخوه الشعراء. عوده مره اخرى معكم اعزائي المشاهدين ومع الاخوه الشعراء، حياكم الله. حياكم الله. احنا ايش رايكم ناخذ لغز نريح شوي ها، وبعدين نكمل قصايد. اي فلاح، قلت لي عندك لغز. الله الله ابشر. طبعا اللغز مو لي بس حافظه، يعني مو لك لكن انت حافظ وعارف حله. نعم. الله الله. زين، احنا نبيك تركت تعطيه فرصه مره ومرتين عشان يستوعبون. ابشر. تفضل. يقول انشدك عن رجل مع الناس مشهور، اللي وصلت حاجتك قام فيها، يعطيك مطلوبك ولا تنتظر دور حتى لو ان الخلق كلن يبيها. سلام.
اللي عندكم في احد يعرف اللغز ومر عليه؟ لا والله بس لا تعيده. اي عيده ابو عيده. الله انشدك عن رجل مع الناس مشهور، اللي يا وصلت حاجتك قام فيها، يعطيك مطلوبك ولا تنتظر دور حتى لو ان الخلق كل يبيها. خلينا نشوف ابو صلاح، انا ودي ابو صلاح يشارك. والله يا ولد كلمه هو جوجل. هو صح جوجل. صح صح هو جوجل. خالد معروف دائما يحل الغاز يشر لي يعني عارف هو جوجل. على فكره ابو فيصل اسلم جوجل سنافي مثل الرفيج الطيب. اي الله اتذكر في هاللحظات الله يرحمه عامر السحلون الله يرحمه بدر رحمه الله عليه قال اعطونا على بيتين على ما قال، فقلت يوم جاني الدور واعتقد ان وليد كان معنا. اي نعم صدقتي بالله. اي فقلت يوم جاني الدور قلت ودك صديقك ودك خويك مثل جوجل. السلام. كل ما تبى منه حصلته ياتيك بالعلم ويناقل لك اقول لك شيء ما قلته. الله يرحمه. صح لسانك الله يرحم بدر جزاك الله خير اللي خليتنا او اعطيتنا مجال ان نستذكره. الله يرحمه. الله يرحمه شاعر. وإعلامي عملاق مشوار طويل خدم الشعر وخدم الشعراء واعتقد كنا كان له علينا جميل الله يرحمه خدم التراث اي ومحب للجميع نعم والشيء بالشيء يذكر الناس اللي زاملت ابو بدر يعني كلنا زاملناه في البرنامج واشتغلت مع متابع تنسيق اي اذكرك نعم فابو بدر مع الإجهاد ومع التعب لكن لما يستقبل الشعراء يعطيهم حقهم ويستمع لهم كأنه يستمع لشعراء كبار الله نعم الله وكان والله ما يرد أحد يعني اللي بيجي ويعطي النصايح ونحن استفدنا منه الشيء الكثير الله لا خدم التراث وخدم الشعر وخدم الديوانية وله فضل علينا نعم وما صحيح قصر والله يرحمه وفي ميزان حسناته بإذن الله يرحم جميع أموات المسلمين ومدفع أعمارنا وياكم ومن يسمع بإذن الله طيب أبو صلاح أسلم جاك الدور نبي لنا قصيدة أبشر تفضل بعد طاح حظ الذيب ثم قام حظ الشات رفعنا العتب من عقب ناس فقدناهم عقب دارت الأيام ثم شانت النيات نقول الله يسقي قبور قوم بكيناهم الله يرحمه عقب دارت الأيام ثم شانت النيات نقول الله يسقي قبور قوم بكيناهم وعزاها يا رب علنا دور وقت فأطوتنا سنين ولا نسينا سجاياهم سلام إذا حدنا من حادي الوقت اخذ وهات حملنا لوهيب المتاعب وجيناهم يوم ان العرب بشنابها تقضي الحاجات ورياجيل حزات النشب عند مبداهم زهمنا رياجيل الهقاوي هل الوقفات وشربنا قبل شرب الفناجيل ملقاهم على فلة حجاج وعلى طيب العادات كبرنا ولا راحت عن البال ذكراهم ولا دور خلا نرخى وخيبت الهقوات صغار العزوم منزلت روسة موتاهم جوب مكاينها الثمينها على الرنقات سواويقها يا قرب حروة بعشاهم سلام سلامتك صح حسانك أحسنت ويظل وجهك أبو صلاح جديع مرحبا عدنا لك والعود أحمد حياك الله احنا سعداء بوجودك انتم الشعراء المرة الثانية والمرة الألف جديع تشرف الله يحفظك سمعنا جديع ابو صلاح أسلم. يعني شاعر ومبدع ما يحتاج دائما يطرق الطريق الزينه اللي تحث على المرجله نعم. وعلى على على لكن انا يا ابو فيصل اشوف الشباب بدهم يقولون غزل ومستحيل اي انت اعطهم فرصه احسنت بيض الله وجهك الله يحفظك فانا بفتح المجال للشباب اقول هذه دموعك خلها في عيونك تكفى تراها الضيق في صدر صاحبك أبي عمري لو أخيب ظنونك لخير في الدنيا إذا الوقت رحبك أنت الحلا كله ولو يعذلونك الزهر ينبت فيك والعطر فاحبك الورد كنه نابت في وجونك مرات أحس البرق لا حبك لقفيت شفت الموت دوني ودونك
وإن جيت صحت بخير والخير صاحبك إن جيت يمك رحبت بي جفونك أجمل مراحب رحبت بي مراحبك تطرب العقلك وتلذذ جنونك وحبك لكل القصايد غلا حبك أشحبك وابعدك عنهم وصونك من زود حبي لك من الناس شاحبك لا تندفع لو بالحكي يجرحونك عدوك إن شاف القهر فيك طاحبك ما تدري إنه قصدهم يزعلونك وأحلم صاحب بالليالي صاحب ومصاحبك يا قبلة الله يا مشاهد عيونك يا لذة الدنيا ويا عمر صاحبك والله لصونك لو عروقك تخونك أخسر حياتي بس ما أخسر مراحبك. سلام صح السامي صاحبنا أحسنت حلوز. كل هالقصيدة في بس مرحب بس إنه قال مرحب بس مرحب طبعا. وين يلقون نرد على اللي يقول الشعراء ها وين يلقون أوفى من عشق الشعراء يعني عشان مرحب سوى قصيدة أنا صدق بشاعر الشاعر أبدع في مرحب شون باقي يعني الشاعر دائما ترى شاعر فياضة وكريم في المشاعر الله يحفظك صح لسانك مرحبا سعد يا مرحبا دائما تتحفنا يا سعد الله يبارك فيك عند الهقوة دائما الله يبارك فيك مرحبا أسلم هذه يمكن أبيات فكرتها أصدق منها يمكن خلينا نقول أي اللي يقول يا بنك الإبداع لا تبخل بتمويلي ويا فكرتي وين ما كنتي تكونتي لو كنت أمول ولا تطرب مواويلي بينت صوتي بعد بنتي وبينتي لو حال حولي معك ما زان تحويلي بنات الأفكار لا هانا ولا هنتي منول أناولك ورد في مناويلي واليوم يا ليت كنتي مثل ما كنتي عولت في الماضي ولا فات تعويلي وصدمت في واقع الجحاف الاسمنتي لو كنت واضح سعيتي حول تأويلي حتى تخيلتي الصد وتفرعنتي وكتبت كم بيت فول صدرها ويلي ومن دون لا تدري ختمت بعجزها أنت يا سلام يا سلام صح حسان صح دكتور في الشعر بس مو بس دكتور الله يبارك فيك صح حسان زين أنا لاحظ وأنت هو ترجمها أنا شرت الجذيع بس هو ترجمها خشب القاف حكمت فيه في ويلي ويلي والثاني وتغنت فيه والثاني في أنتي لاحظت يا ابو صلاح لا شك والقصيده فيها لمسه اقتصاديه لمسه اقتصاديه على بنك وعلى هذه صح حسانك يا سعد صح بداني احسنت فيها فتل فيها فتل عضلات احيانا الشاعر يكون في تحدي مع نفسه وهذا اصدق شاعر اللي يقول شب اقول او بسوي على اربع حروف اي نعم مو سهله كلش احسنت شاعر يا سعد احسنت صلاح يا مرحبا صالح عفوا صالح مرحبا ابو فيصل مرحبا يا صالح مرحبا يا هي ابيات اي يعني واعتقد انها يعني تلامس كثير من الناس خصوصا في وقتنا هذا يقول البندق اللي دون عازتها تثور سلام انسامها مطفوق وافق سومته مثل الرفيق اللي على الرفقه يجور قلت له يا فلان ثقل قومته سلام الله يبعدنا عن قصار الشبور والحر نعرف مرقبه من حومته جنب عن اللي دون حمله ما يثور وخلك مع اللي نومسك في زومته سلام سلامتكم صح لسانك هذا نفس سالفة فرد حمزة هلا هلا أنت الحين وظفتها في البندق ها صح لسانك صح لسانك فيها البدراني أعتقد يقول عبد الكريم البدراني عبد الكريم البدراني شاعر لعل ما بيني وبينه مواصيل اللي على طرد العلوم يتلهى سلام اللي عزمته وانت عندك رياجيل سدك تحاضي لك سلاح المزهر سلام صح لسانك انت الشاعر حربي وانت حربي سبحان الله جت الصدفه عاد ولا انتم كلكم تتكلموا في السؤال تطرقون هالمواضيع هذه الله يحفظك صح لسانك صح بدنك سعداء بوجودكم الله يسلمك الى هنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلقاكم في الأسابيع القادمة لا يسعني إلا أن أشكر الأخوة الشعراء على هذا الحضور المميز وإلى أن نلقاكم في الأسابيع القادمة تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر الكبير سعود ردعان